جدار الثورة السوداني يدعو لتظاهرات في البلاد اليوم ومطالبات بإسقاط الحكومة. قلق دولي من خروقات إيران على الصعيد النووي والصاروخي. والسجون العراقية فصل جديد من الانتهاكات في البلاد. برنامج اليوم مع لين البوديري وباسل صبري. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. نبدأ الآن معا رحلة صباحية جديدة في برنامج اليوم. نشكركم طبعا على الانضمام إلينا في مستهل هذا النهار، وصباح الخير عليك يا لين. صباحك خير يا باسل. خلينا في البداية لين نستعرض ملفاتنا الرئيسية التي سنستطلع جديدها خلال هذه الحلقة. يعني جولتنا ستتضمن السودان والعراق والخليج على أكثر من صعيد. في السودان بالتحديد سنتابع تطورات الاحتجاجات التي دعت لها المعارضة السودانية اليوم 19 يناير، والتي ترفض ممارسات الحكومة الانتقالية التي انحرفت بالثورة عن مسارها على حد تعبير المعارضة. باسل، أيضا سنتابع التطورات المتوقعة لهذا المشهد. في الأيام الأخيرة كانت هناك تحركات ومناورات عسكرية إيرانية أسمتها إيران بالمناورات الدفاعية، لكنها أثارت قلق الولايات المتحدة التي أرسلت بالتالي قاذفات B-52 في مهمات استطلاعية فوق المنطقة. إيران ارتأت في التحرك الأمريكي تهديدا صريحا لها. طبعا المثير للاهتمام أنه كل هذا يحدث قبل يوم واحد فقط من تنصيب بايدن رئيس للولايات المتحدة، فهو ملف فعلا يستحق المتابعة عن قرب. ويستحق المتابعة لأنه المشهد ضبابي زي الضباب اللي ورانا بالضبط. نحاول نحن يمكن خلال هذه الحلقة نحن نزيح الضباب في هذه المشاهد على الأقل. مرة أخرى مشاهدينا تتجه الأنظار إلى السودان، البلد العربي المثقل بالأزمات. 19 يناير اليوم هو الموعد المحدد لتظاهرات حاشدة في عموم المدن السودانية، احتجاجات ضد الحكومة التي يقول المحتجون إنها انحرفت عن مسارها. بس نعم، يقف على رأس المطالبين بهذه الاحتجاجات تيار الثورة السوداني، الذي أكد أن اليوم سوف يشهد موجة كبيرة من التصعيد من جانب الكتل الثورية. وهنا يجب التطرق لمطالب المحتجين، والتي تختلف بين من يطالب بالتصحيح وبين من يطالب بإسقاط النظام بمكونيه المدني والعسكري. ما أن انتهت المهلة التي منحها تجمع المهنيين السودانيين للحكومة الانتقالية بتقديم المتورطين في مقتل الناشط بهاء الدين نوري للعدالة ونزع الحصانة عن كل من شارك في عملية الاعتقال والتعذيب والقتل وتسليمهم للنيابة وإغلاق جميع مقرات الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع وغيرها من المطالب الأخرى. حتى بدأت التظاهرات الليلية تعود من جديد إذانا بالبدء، كما يقول تجمع المهنيين، بالدخول في مرحلة جديدة من التصعيد الثوري والجماهيري ضد الحكومة. هنا في حي بري شرق العاصمة الخرطوم كانت هناك تظاهرات ليلية ونهارية متقطعة، كما وأن تظاهرات أخرى اندلعت في أحياء جنوبي الخرطوم ووسطها تحديدا في منطقة السوق العربي، تصدت لها قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريقها. الحكومة من جانبها تقول إن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع بالقانون، لكنها تحذر من حدوث عمليات عنف وتخريب وتؤكد أنها ستتعامل معها بالقانون. أما فيما يتعلق بقضية الناشط بهاء الدين نوري، فهي تؤكد أيضا أن سلطاتها اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في القضية. غير أن مراقبين يرون أن حادثة اغتيال الناشط بهاء الدين ربما تتخذها بعض الجهات السياسية المعارضة لسياسات حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ذريعة لتحريك الشارع من جديد بهدف إسقاط الحكومة. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم. نقرأ المشهد بتفصيل أكثر مع ضيفنا من الخرطوم الكاتب الصحفي عمار عوض. مرحبا بك معنا أستاذ عمار عبر برنامج اليوم. يعني أبدأ معك بآخر كلمة ذكرها مراسلنا من الخرطوم، هي أنه محاولات لإسقاط حكومة حمدوك، يعني مرة أخرى دعوات للتظاهر ضد الحكومة. هل تتوقع استجابة شعبية لهذه الدعوات؟
لا أعتقد أن الاستجابة الشعبية بالمستوى الذي يهدد استقرار الحكومة أو أن يخرج عشرات الآلاف أو أن يخرج دعك من عشرات الآلاف آلاف الناس هذا صعب في الوقت الراهن. الشعب السوداني الآن ينتظر ما جنته حكومة حمدوك من ما يتعلق برفع العقوبات من الولايات المتحدة والشراكة السياسية والشراكة الاقتصادية التي ينوي السودان الدخول فيها، رغم الحياة الصعبة، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة، رغم تردي الكبير الموجود في الخدمات، لكن لا أعتقد أن الشعب السوداني يمكن أن يصل إلى مرحلة أن يخرج في الشوارع للإطاحة بالحكومة. الأمر الذي حدث مع الرئيس السابق عمر البشير كان استغرق سنوات وسنوات حتى وصل الناس إلى قرار أن هذه الحكومة يجب أن تذهب. الآن هنالك من يرى تردي في الخدمات، ولكن هل ينتظر الشعب السوداني مرة أخرى لسنوات وسنوات؟ وهو يعاني ونحن نعرف ذلك ونرى ذلك على الأرض كل يوم. لا أعتقد أن الشعب السوداني سينتظر في تردي الخدمات، ولا أنا سأنتظر تردي الخدمات لسنوات وسنوات، لكن أنا أقول هي الشعب يريد طيب. أن يجني ثمار الوعود التي قطعتها الحكومة بأن الاقتصاد يمكن أن يتحسن في حال أنه تم إدماج السودان في محيطه. طيب أستاذ عمار، هل هناك أي ردود فعل من قبل الحكومة، ربما دعوات للحوار أو الإصلاح أو حتى النظر في المطالب الشعبية ومطالب المعارضة اليوم؟ نعم، الحكومة مطالبة بالاستماع لصوت الشارع والعودة إلى منصة التأسيس. يا عزيزي، تعلم أن السودان الآن يعاني حالة اختناق سياسي، هذه الحالة نتج عنها عدم تعيين الحكومة وعدم تشكيل الحكومة إلى الآن، رغم أكثر من 3 أشهر هذه الحكومة ناقصة بها أكثر من 8 وزراء أساسيين غير موجودين. الرئيس الوزراء قبل نحو شهر قال أنه يستعد لتعيين هذه الحكومة، ولكن هنالك خلافات سياسية حادة. تجمع المهنيين الذي قاد الثورة خارج التحالف الحاكم، الحزب الشيوعي خارج التحالف الحاكم، حزب الأمة القومي، حزب الراحل الإمام الصادق المهدي أحد أكبر الأحزاب، جمد التشاور حول إعلان الحكومة، تجمع القوى المدنية نفس الشيء. بالتالي لابد من العودة إلى منصة التأسيس وليس إسقاط الحكومة، ولكن أن نعود إلى يوم 11 أبريل، اليوم الذي سقط فيه عمر البشير، وأن تتوحد كل القوى السياسية وكل القوى لديها مصلحة في التغيير إذا كانت داخل التحالف الحاكم أو مثل تحالف تيار الثورة الموجود. يعني في ظل حديثك عن الاختناق السياسي الموجود في السودان، ألا يعتبر هذا الوقت غير مناسب لمصلحة البلاد مع الخلافات التي نعلم بها، الخلافات القبلية في دارفور والصراع الحدودي مع إثيوبيا، إضافة إلى الملفات الساخنة الأخرى داخليا وخارجيا؟ نعم، هذا الخلاف السياسي مرفوض تماما. الآن إذا تحدثت إلى سائق تاكسي يمكن أن يقول لك أن القوى السياسية يجب أن تحكم صوت العقل، ويجب أن تترفع عن الصغائر التكتيكات السياسية الصغيرة في ظل هذه الحرب القبلية التي اشتعلت في دارفور في قيام قوات يونميت، والتهديد بالحرب اللي موجود مع أثيوبيا، وشبح انهيار الاقتصاد الموجود في الخرطوم. هذا يحتاج لأن يعود الجميع كما قلت لك إلى طاولة التأسيس، وأن يتم كتابة برنامج، هذا البرنامج ليتم تنفيذه عبر الحكومة لإنقاذ الاقتصاد وتحسين حياة الناس المعيشية وتوفير الأمن. أما أي اتجاه نحو التصعيد إذا كان من القوى الثورية الراديكالية هو سيسبب هزة في الخرطوم وسيقود إلى مخاطر عدم الدخول والمشاركة في سنتابع الآن تقريرا عن الجبهات المشاركة في هذه الدعوات الاحتجاجية، ونستكمل بعده حوارنا معك. (تصفيق)
إسقاط الحكومة بشقيها المدني والعسكري. تحت هذا الشعار تخرج عشرات اللجان والمجموعات السودانية في تظاهرات بعدد من المدن رفضا لحكومة عبد الله حمدوك التي خرجت عن مسارها، وفق بيان لتيار الثورة السوداني الذي يقود هذه الاحتجاجات. بيان تيار الثورة أوضح كذلك أن هذه الاحتجاجات تطمح إلى إنجاز التغيير الديمقراطي بدون شراكات مع من وصفتهم بالقتلة، إضافة للمطالبة بإقامة محاكمات حقيقية لمن قتلوا الشباب السوداني طيلة الفترة الماضية. لكن ماذا عن المشاركين في هذه الاحتجاجات؟ يقول تيار ثورة السودان أن قائمة المشاركين تطول، وتأتي في مقدمتهم لجان المقاومة المستقلة، وهم مجموعة من الحركات الشبابية ومجموعات من أسر الشهداء والمفقودين، إلى جانب حشد كبير من المفصولين تعسفيا من ضباط الجيش والشرطة وحتى الخدمة المدنية، كما من المتوقع انضمام تجمع المهنيين إلى هذه الدعوة. وكان تجمع المهنيين السودانيين أعلن عن دخوله مرحلة تصعيد ثوري وجماهيري عقب انتهاء مهلة منحها للسلطة الانتقالية لكي تحقق القصاص العادل على خلفية مقتل الناشط بهاء الدين نوري. فهل ستتمكن هذه الاحتجاجات من قلب الطاولة على التحالف المدني والعسكري الذي يقود السودان، أم أن لحكومة حمدوك كلام آخر؟ طيب أستاذ عمار، اليوم وواقعيا ما هي الحلول أمام الحكومة لإخماد أو التعامل ربما مع هذه الحالة الغاضبة، وهل من خطوات جذرية على أرض الواقع قد تثني المتظاهرين عن هذه الدعوات اليوم؟ المتظاهرين هنالك سبب أساسي وهو الذي يحرك كل هذه التظاهرات. هذه التظاهرات لو لاحظنا من جانب تيار التيار الراديكالي في السوار، إذا كان لجان المقاومة وغيرهم، هو تأخير العدالة. هم لا ينظرون حتى إلى ضيق المعيشة ولا يتحدثون عن تردي العدالة، حتى كما لاحظتم أنتم في تقريركم هم يتحدثون عن ضرورة محاكمة الذين فضوا الاعتصام ومحاكمة الذين قتلوا الثوار خلال الفترة السابقة. بالتالي الحكومة الانتقالية والنائب العام تحديدا تاجسير الحبر يجب أن يتم تقديم هذه البلاغات الكثيفة الموجودة حول من قتلوا الثوار إلى المحاكم. هو يتحجج كما كان في المظاهرة التي عقدت أول أمس، وهي كانت مظاهرة ليست كبيرة، وتحدث معها تاجسير الحبر بأن هنالك أمور تتعلق ب التحريات وغيرها تؤخر هذه البلاغات. هذه النقطة إذا تم تنفيذها أعتقد أن التيار الذي هو من صلب الثورة والآن يعاكس الحكومة الانتقالية ستخمت هذه الدعوات. بالإضافة إلى أن هنالك ملاحظة في تيار هناك ملاحظة فيما يخص تيار الثورة السودانية، هو الآن حتى كل الفصائل التي غادت الثورة السودانية بحق وحقيقة ليست موجودة في هذا التيار. طيب هذا التيار فيه أشكرك. خليط من يعني عموما اليوم إسلامي لا يزال في بداياته، وسنبقى في متابعة تطورات ما يحدث في السودان اليوم. أشكرك شكرا جزيلا من الخرطوم الكاتب الصحفي الأستاذ عمار عوض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بعد قليل قلق دولي من خروقات إيران على الصعيد النووي والصاروخي، ابقوا معنا. أهلا بكم، سننتقل الآن لمتابعة تطورات التوتر الذي يعود إلى مياه المحيط الهندي هذه الأيام من جديد، بعد أن حلقت قاذفات B-52 أمريكية ذات قدرة نووية فوق منطقة الشرق الأوسط في مهمة هي الثانية من نوعها منذ بداية العام. ربما تأتي هذه التحركات ردا على تنفيذ إيران 3 مناورات عسكرية خلال أسبوعين. آخر هذه المناورات جاء تحت مسمى المحاكاة الدفاعية بحسب بيان الحرب.
الحرس الثوري الإيراني. بس في السياسة والتحركات العسكرية ليست المسميات هي المهم، المهم فعليا طبيعة التحركات. فمناورات إيران تخللها إطلاق صواريخ باليستية سقطت بالقرب من حاملة طائرات أمريكية وسفينة تجارية، وهو ما يشكل تهديد مباشر للأمن، إلى جانب خروقات طهران في الملف النووي والإصرار على إنتاج اليورانيوم. نتابع تفاصيل هذا الموضوع في التقرير التالي. تستمر إيران في خروقاتها وتهديداتها، مثيرة تحفظات المجتمع الدولي الذي بات يطالب بلهجة أكثر حزما بتطويق نشاط إيران الصاروخي والنووي على حد سواء. آخر خروقات إيران جاءت على شكل مناورات عسكرية في مياه المحيط الهندي. هذه المناورات العسكرية التي تعد الثالثة خلال أسبوعين تخللها إطلاق صواريخ باليستية سقطت على بعد 100 ميل من حاملة طائرات أمريكية، واقتربت لنحو 20 ميلا من سفينة تجارية أخرى بحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية. ليس التهديد الصاروخي فحسب ما يثير قلق المجتمع الدولي. إعلان طهران إجراء أبحاث موسعة بشأن إنتاج معدن اليورانيوم أثار حفيظة دول أوروبية لتخرج لندن وباريس وبرلين بموقف موحد يدين إيران ويدعوها إلى عدم المضي في هذه الخطوة التي تشكل تراجعا إضافيا عن التزاماتها السابقة. تهديدات إيران لم تقف عند هذا الحد، فقد اتخذت جانبا افتراضيا بعد أن كشفت شركة الأبحاث الأمنية سيرتفا قيام قراصنة إلكترونيين مرتبطين بإيران بهجمات تجسسية على موظفين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط. هذه الخروقات وغيرها دفعت وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون للتأكيد على ضرورة قول كفى لإيران، معتبرا أن العودة للاتفاق النووي هو الحل الأفضل، ومعولا بذلك على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن واعتزامه العودة للاتفاق الذي انسحب منه دونالد ترامب. في حين يتساءل مراقبون عما إذا كانت العودة للاتفاق ستضع حداً لخروقات إيران، وما إذا كان الاتفاق كاف في هذه المرحلة، أم ينبغي تعديله ليشمل التزاماً أكبر من الجانب الإيراني؟ ينضم إلينا دكتور محمد أزغول رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات. مرحبا بك معنا دكتور محمد. يعني إذن هناك من يعول على العودة للاتفاق النووي، ولكن من جانب آخر هناك تحفظ دولي على هذه النقطة. حسب رأيك يعني هل الاتفاق بحاجة للتعديل من خلال البنود أم يحتاج لصياغة جديدة؟ الحقيقة كلاهما، اتفاق النووي بصيغته الحالية تجاوزه الزمن لسببين. الأول أن برنامج الصاروخي وتوسع إيران الإقليمي في الوقت الذي تم التوصل فيه إلى هذا الاتفاق النووي كان في إطار المهد، لم تكن قد تطورت قدرات إيران الصاروخية بحيث تصبح مهددا للأمن الإقليمي والأمن العالمي كما نراه اليوم. اليوم بات انتشار إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي لا يقل أهمية عن التهديد النووي الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني. بينما قبل سنة في سنوات ما قبل 2015 كان يعني القلق الوحيد للمجتمع الدولي تجاه المسألة الإيرانية مرتبط بالبرنامج النووي. اليوم هذه المسائل الثلاث تتشابك من لتفرض نفسها، وبالتالي الاتفاق النووي ما فيه من إشكالات تتعلق يعني بنود الغروب وهذه المهن الزمنية القصيرة التي منحت لإيران والتي انتهى أولها، ورأينا رفع الحظر عن تجارة الأسلحة مع إيران في أكتوبر الماضي 2020، وبالتالي نحن نتحدث عن مهل زمنية قصيرة لم يتغير شيء في إيران. هنالك بنود من خارج الاتفاق يجب أن تضاف إليه تتعلق بالبرنامج الصاروخ الإيراني وتتعلق بأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار والتي أصبحت يعني تنافس تساوي يعني البرنامج النووي في حكومته. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن صرح أكثر من مرة بضرورة العودة للاتفاق النووي، لكن هل هذا يعني أن عودة الولايات المتحدة من جديد ستضع حدا للخروقات الإيرانية؟
يعني أنا أفضل ابتداء أن نفرق ما بين العودة إلى الاتفاق النووي والعودة إلى المفاوضات. لكل منهما شروط مختلفة عن الآخر. يعني هل يعني العودة إلى الاتفاق النووي إنهاء سياسة الضغوط القصوى ورفع العقوبات عن إيران والعودة إلى نقطة الصفر التي كانت موجودة في عام 2015 مثلا؟ أعتقد أن هذا ليس هو المقصود. المقصود بالعودة إلى الاتفاق النووي هو أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لأن تعود ملتزمة بإطار الاتفاق النووي مقابل عودة إيران أيضا إلى هذا الإطار، ولكن رفع العقوبات القائم حاليا عن إيران يتطلب شروط أخرى، يتطلب تعاون مع إيران من جانب إيران مع المجتمع الدولي في المسائل الخلافية الأخرى المتعلقة سواء بالبرنامج الصاروخي أو متعلقة بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وبالتالي من الضروري أن نميز بين فكرة العودة إلى الاتفاق وبين فكرة العودة إلى المفاوضات. لكل منهما شروط مختلفة. أيضا من الجانب الإيراني يعني يضع النظام شروطا مختلفة لكل منهما. يعني هذا على يعني على صعيد قراءة الموضوع من ناحية تصريحات الرئيس المنتخب بايدن، لكن كيف تقرأ خطوة البنتاغون بنقل إسرائيل من قيادة العمليات الأوروبية إلى قيادة عمليات الشرق الأوسط؟ يعني كيف ستنعكس هذه الخطوة على التنسيق المشترك ضد التهديدات الإيرانية أو التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط؟ لأن يجب النظر إلى هذه الخطوة ضمن سياق التطورات الإقليمية والتغييرات التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة، وحيث يعني أسهمت اتفاقيات السلام الإبراهيمية في خلق جو جديد في المنطقة ومسار جديد، وبالتالي أثرت على الحالة الجيوسياسية الموجودة في المنطقة. أعتقد أن التعامل مع المنطقة كوحدة واحدة كان منطقيا أكثر من الحالة السابقة، لأن المهددات التي تتعرض لها دول المنطقة إلى حد كبير جدا تهديدات مشتركة وتهديدات متماثلة. فجميع دول المنطقة يعني تعرضت إلى التهديد بسبب التنظيمات الإرهابية وبسبب الأنشطة أيضا الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وهذه العوامل كلها تفرض أن يكون هنالك أو النظر إلى المنطقة كساحة أمنية واحدة، وبالتالي جعل هذه المنطقة والمهددات المتعلقة بها تحت قيادة واحدة يخلق هذا النوع من الانسجام للدفاع عن المنطقة في حال تعرضها لتهديد، وهو يتناسب مع الخطوات الجديدة التي اتخذت فيما يتعلق باتفاقيات السلام الإبراهيمية. يعني نشكر وجودك معنا دكتور محمد الزعول رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات، عفوا دكتور محمد الزعول، شكرا جزيلا لك. سنبقى يلين في منطقة الخليج ولكن مع ملف وتطور آخر في المنطقة، ففي تصنيف فريد من نوعه على مستوى العالم أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتبر كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين شريكين أمنيين رئيسين. ويأتي في هذا التصنيف قبل أيام من مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض، تقديرا للجهود المبذولة في اتفاقات السلام في الشرق الأوسط من قبل أبو ظبي والمنامة، كما يساهم القرار الاستثنائي في التصدي لكل أشكال الإرهاب ويعزز أيضا من السلام والأمن والاستقرار في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص. تأكيدا على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها أبو ظبي والمنامة لدى واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف الإمارات والبحرين شريكين أمنيين رئيسين لها في إطار العلاقات القائمة بينها. هذه الخطوة وفق البيت الأبيض تأتي بمثابة اعتراف بشراكة الأمنية الاستثنائية المتمثلة في استضافة الآلاف من جنود الولايات المتحدة والبحارة والطيارين ومشاة البحرية، والتزام البلدين بمكافحة التطرف والإرهاب ومشاركتهما في العديد من التحالفات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة على مدى الأعوام الثلاثين الماضية. ويظهر التصنيف الجديد مستوى جديدا من الشراكة بين هذه الدول، ويمثل التزاما دائما بالتعاون الاقتصادي والأمني، كما أنه يعكس بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض شجاعة أبو ظبي والمنامة غير العادية للدخول في اتفاقات السلام. البحرين هي موطن للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وفيها أكثر من 7000 جندي أمريكي بحسب ما ذكرته أسوشيتد بريس،
في حين يعد ميناء جبل علي في الإمارات واحدا من أكبر مراكز الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية في الخارج، وتستضيف أبوظبي حوالي 5000 جندي أمريكي. يذكر أن التصنيف الأمني يأتي بعد طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة هيكلة القيادة المركزية الأمريكية بضم إسرائيل إلى منطقة عملياتها وفق صحيفة وول ستريت جورنال. فهل تنعكس هذه الشراكة الأمنية على الأمن المتزعزع في المنطقة؟ وينضم إلينا الآن من دبي المحلل السياسي الدكتور علي الشعيبي. صباح الخير عليك دكتور علي. يعني في البداية لو أمكن أن تحدثنا من وجهة نظرك عن أهمية انضمام أبوظبي والمنامة لهذه الشراكة الأمنية مع واشنطن في هذا التوقيت بالذات. صباح الخير لك والأعزاء المشاهدين. حقيقة هذه الاتفاقية أو هذا التصنيف الذي طبعا حظيت به الإمارات والبحرين يأتي ليعزز هذه الشراكة الأمنية الاستراتيجية على مستوى العالم وليس على مستوى الخليج. كلنا يدرك أن الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والدول الخليجية الأخرى لها وضع خاص فيما يتعلق بالوضع الجيوسياسي، إذ هي تتحكم في طبعا كل مصادر الطاقة أو لنقل معظم مصادر الطاقة على مستوى العالم. طبعا تحكمها في مضيق هرمز هذا مهم جدا، ومن ثم تدفق هذه لنقل النفوط إلى العالم تشكل طبعا منبعا أساسيا للقوة في المنطقة. هذا إلى جانب قدرة أبوظبي وقدرة المنامة على أن تلعب دورا مهما جدا في صناعة وصياغة أسس السلام العالمي القادم، ناهيك عن قدرة البلدين على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. ومن ثم يأتي التصنيف هذه الدول ضمن هذه المنظومة فيما يتعلق بالتعاون الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الدول، منطلقا من فكرة أساسية ألا وهي وجود نقاط قوة لهذه القوة العظمى في هذه المنطقة، ومن ثم كما قلت تحقيق السلام العالمي، ومن ثم حماية المكتسبات على مستوى العالم كله. طيب كيف من المتوقع أن ينعكس إعلان الولايات المتحدة لهذه الشراكة الأمنية على الوضع في المنطقة، خصوصا أن الوضع محاط باستفزازات بحرية وجوية وبرية من الجانب الإيراني كما نرى اليوم؟ تدرك الإمارات وكذلك تدرك البحرين أن هناك تهديدا حقيقيا من الجارة إيران، ومن ثم وقف جموح هذا التطرف في المنطقة كان يحتاج إلى قوة عسكرية، قوة قادرة على أن تردع هذه الطموحات. ومن ثم لجأت أو هذا التصنيف سوف يساهم كثيرا في إرسال رسائل واضحة جدا للجانب الإيراني بين الولايات المتحدة الأمريكية عازمة هي وأصدقائها وحلفائها في المنطقة على كبح هذا الجماح، ومن ثم تحقيق الأمن والسلام الدولي، ومن ثم المحافظة على التدفق لنقل سهولة تدفق المنتجات النفطية للعالم، ومن ثم منع إيران من أي مغامرة لقضية قطع هذا المورد الأساسي للطاقة العالمية. ناهيك عن قدرة هذا التصنيف على تحقيق الأمن للمنطقة، ومن ثم منح الولايات المتحدة اليد الطولة في المنطقة. الحقيقة يعني العملية متبادلة، هي تحقق الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الاستقرار في المنطقة، ومن ثم المحافظة على قواعدها في المنطقة، وكما قلنا في السياق تأمين تدفق العائدات النفطية إلى العالم. طيب الإمارات أيضا كانت من أول أو كانت أول المبادرين بالفعل باتفاق السلام مع إسرائيل في المنطقة، وتلتها بعد ذلك العديد من البلدان الأخرى، ولهذا وصفتها واشنطن بالشجاعة. كيف ترى تأثير هذه الشجاعة على الأمن في المنطقة؟ بدون شك الإمارات بحاجة إلى حليف قوي وحليف دولي وحليف قادر على حمايتها من كل هذه المغامرات الطائشة التي يمكن ترتكب من قبل الإيرانيين. ولكن يبدو في السياق أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية الإمارات العربية المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى المستقبل بعين من الريبة والشك للجانب الإيراني، ومن ثم تحقيق هذا التوافق الأمني الاقتصادي التوافق أيضا السياسي المطلق لتحقيق هذه الرؤية، وهي حماية المنطقة من كل المخاطر المقبلة. طبعا تطبيع الإماراتي الإسرائيلي جاء على خلفية أنه يجب أن يكون هناك نوع من الاستقرار والأمن في المنطقة وتحقيق ما لم نستطع نحققه خلال 50 عاما. طيب تحدثت ربما خلال هذا اللقاء عن دور الإمارات في إرساء وتحقيق الاستقرار في أكثر من مكان في المنطقة، ماذا عن اليمن؟
حقيقة الملف اليمني ملف شائك، وربما تسعى الإدارتان الأمريكية والإماراتية ومعهم طبعا الشرفاء في العالم إلى حلحلة هذا الملف الأمني، ومن ثم طبعا الكل يدرك أن الحوثيين المدعومين من قبل إيران كانوا يحتاجون إلى وقفة حادة ووقفة حقيقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل المجتمع الدولي ومن قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. وأتصورنا الأيام القادمة هي أيام حاسمة، نحن الآن ننتظر الساعات القليلة قبل مغادرة الرئيس ترامب، ومن ثم بعدها سوف يكون لكل حادث حديث. وفي تصوري المتواضع أن هناك حلحلة مهمة جدا للملف اليمني، وربما يعود الاستقرار المنطقة وتنعم المنطقة بالكثير من الآمال المقبلة مستقبلا. من دبي المحلل السياسي الدكتور علي الشعيبي، شكرا جزيلا لك. أوضاع مؤسفة تعاني منها سجون دول الشرق الأوسط، انتهاكات كثيرة تحدث في السجون. حدثنا اليوم هنا بالتحديد في هذه الفقرة عن العراق التي ليست باستثناء، هناك شهادات وتقارير تتحدث عن حجم الانتهاكات والتجاوزات التي زادت وارتفعت مؤخرا في معتقلات الحكومة العراقية. يعني بس الإضافة لهذا الموضوع، سنتحدث عن شبكة العدالة للسجناء والتي تتألف من 11 منظمة حقوقية، أوضحت في تقرير سنوي لها أن غالبية السجون مكتظة بنحو 7 أضعاف طاقتها الاستيعابية، كما وأن بياناتها غير مصممة لهذا الغرض، فضلا عن انعدام التصنيف الفئوي والظروف الصحية المناسبة كوصول ضوء الشمس، بالإضافة لعدم توفر ملابس خاصة للسجناء. شبكة وصلت لهذه النتائج بعد إجراء 30 زيارة للسجون في المحافظات العراقية بمعدل 3 زيارات لكل سجن خلال العام 2020. سنتابع المزيد في هذا التقرير. قاعات السجون مكتظة، سنتيمترات قليلة هي المساحة المسموحة للحركة أثناء النوم، وفي النهار يجلس نزلاء السجون بشكل متراس في القاعات الممتلئة بحاجياتهم. لا شيء مجاني في السجون العراقية، السجين يدفع ليعيش، بل إنه مطالب أن يدفع ثمن منحه تلك السنتيمترات لينام عليها، كما أنه يدفع للحصول على الطعام والكهرباء والاتصال، فضلا عن أن عملية نقلهم إلى المحاكم تتم في مركبات حكومية تؤخذ عليها أجور النقل منهم. هناك سماسرة داخل المعتقل، يعني هناك شخص يسمى المراقب ولديه زملاء يبحثهم على الشخص المعتقل الجديد، وبطريقة أخرى يسحبون منه الفلوس. زيارة السجين من قبيل ذويه ليست بالأمر الهين، الزيارة أو كما تعرف بالمواجهة تعتبر تعذيبا للأهل، ولسان حالهم يقول إنهم ليسوا أفضل حالا من ذويهم المعتقلين الذين يتحدثون عن إجراءات معقدة وانتظار لساعات طويلة لحين السماح لهم بلقاء ذويهم لدقائق معدودة. يعني نشوفه قدامنا بالمواجهة، يجيبوهم مكلبشين إيدهم ورجلهم قدام الأهل، وبيناتهم أكثر من مانع، يعني شباك حاجز وماكو كراسي. رصدت شبكة العدالة للسجناء في تقريرها السنوي انتهاكات عديدة في 30 موقعا قاموا بزيارتها بشكل دوري، داعية إلى ضرورة تشريع قوانين وبناء إصلاحيات ومراكز توقيف وفق شروط ومعايير دولية مطابقة لحقوق الإنسان. الاكتظاظ في السجون، عدم صلاحية الأبنية لأن تكون يعني تستخدم كمؤسسة إصلاحية، مثلا تأخر المحاكمات، مثلا موضوع المخدرات اللي يتكرر بصورة يعني سنوية في السجون. وحاولت الحرة الحصول على تعليق من الجهات المعنية في الحكومة العراقية، إلا أنهم امتنعوا عن الحديث حول هذه الانتهاكات. بين النفي الرسمي وتأكيد المنظمات الحقوقية، تثار بين الحين والآخر اتهامات بارتكاب انتهاكات ومساومات داخل جدران السجون العراقية لمعتقلين وموقوفين، حيث يؤكد حقوقيون أن الضحايا يشترون حريتهم بالنقود. عبد الحميد زباري، الحرة، أربيل. دعونا الآن
الآن نتعرف على بعض المعلومات حول السجون في العراق وفقا لتقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. السلطات العراقية تعتقل أكثر من 60,000 شخص، بينهم نحو 1,000 من النساء. السجناء يتوزعون على 13 سجنا حكوميا، فضلا عن عشرات السجون السرية التابعة للميليشيات والأحزاب وفصائل الحشد الشعبي والعشائري المختلفة. ووفقا للمرصد، فإن السلطات لازالت تنتهج سياسة حجب البيانات الرسمية المتعلقة بأعداد المعتقلين في سجونها وظروفهم الصحية، كذلك حالات الوفيات، خاصة في ظل سوء الأوضاع والاحتجاز والإهمال الطبي وتفشي، إضافة إلى تفشي الأمراض الخطرة والمعدية. معنا الآن مشاهدينا السيد هوكر شيخ، الحقوقي والعضو المؤسس لشبكة عدالة السجناء. صباح الخير عليك أستاذ هوكر. يعني تقارير حقوقية تشير إذن لوضع مزري، يعني هذا أقل ما يقال، داخل السجون في العراق. نتحدث عن زيادة الطاقة الاستيعابية للسجون بسبعة أضعاف. كيف تقرأ الوضع خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية؟ شكرا جزيلا، تحية لك ولمشاهدي قناة الحرة. بالتأكيد مثل ما تم ذكر بالتقرير، إذا وضعنا المعيار الدولي لوجود مساحة، على الأقل مساحة لكل سجين يحتاج إلى 2x2 متر مربع، وحاليا في 2x2 متر مربع يعيش 7 سجناء، وهذا بسبب عدم بناء سجون جديدة وازدياد عدد السجناء. بالأخص معلوم بأن في العراق يوجد تحديات كبيرة بما يتعلق بالدرجة الأولى في قضية الإرهاب والصراع الدائم الموجود منذ تغيير 2003. بشكل مستمر هناك تحدي أمام السلطات العراقية، لا يوجد هناك بنايات جديدة، ويوجد مقابلها أعداد كبيرة من السجناء اللي مثل ما ذكر بالتقرير 7 أضعاف عدد المطلوب. إضافة إلى هذه الأرقام، هناك شكاوى من النزلاء في السجون حول كيفية التعامل السيء بحقهم، بل وضرورة دفع الأموال ليتمكنوا من العيش داخل السجن. كيف تتعامل الحكومة مع مثل هذه الشكاوى؟ نحن في شبكة عدالة السجناء وفقا للزيارات إلى السجون المعلومة اللي ذكرناها بالتقرير، بالتأكيد هناك معايير دولية وفقا لقوانين العراقية، وأيضا وفقا للمعايير القانون مانديلا المعروف للسجون. هناك عدد كبير من النقاط يعتبر انتهاكا لحق السجناء، من التشميس، من الرياضة، من الصحة اللازمة، من كل اللي ذكرناها بالتقرير اللي لا يعتبر أو لا يرتقي بيئة السجن إلى ما مطلوب لأي إصلاحية أو مؤسسة يريد أن يبني أو يسوي إصلاحات لمن ارتكب جرم في السابق. وبالتأكيد الحكومة يعني رغم المحاولات لكن لا ترتقي إلى مستوى المشاكل الموجودة. بكل تأكيد هناك أزمات خانقة، منها أزمة مالية وأزمة بعض الأحيان احنا نسميها أزمة إرادة. هل يوجد إرادة للتحسين أو النظرة إلى السجون بما هو نظرة إصلاحية أو هو لا زال نظرة عقابية؟ نعم ابقى معنا سيد هوكر، سنتحدث ربما عن محور آخر، ولكن بعد أن نتابع تقرير من دهوك عن اعتقال أكثر من 50 موظفا وناشطا على خلفية التظاهر قبل 5 أشهر، نعود بعد ذلك لنكمل هذا الحوار. 5 أشهر مرت والمعلم بدل برواري معتقل بعد أن أطلق دعوة للتظاهر في دهوك احتجاجا على تأخر دفع الرواتب، لكن لا الرواتب دفعت ولا هو عاد ليبصر النور. هذا هو مسكنه حيث استقبلنا أكبر أبنائه 5 آري، وهو الوحيد من سنحت له فرصة لقاء أبيه لدقائق قليلة قبل أيام في سجن الأمن العام بأربيل. يتساءل آري عن ذنب أبيه لكي يحرم من أولاده ويودع الزنزان مع المجرمين. التقيت بوالدي قبل 3 أيام وعرفت أنه على قيد الحياة،
لكن حالته النفسية سيئة، كما أنني لم أعرفه حين التقيته. مع الأسف شخص مثل والدي معلم يوضع في السجن مع القتلة، وطالب الرئاسات الثلاث بمعرفة ما سبب سجن والدي. خلال هذه الجلسة التي عقدها مجلس نواب الإقليم في أكتوبر من العام الماضي، أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني بأن الحكومة ستتنازل عن حقها وتطلق سراح برواري. وبعد وقت قصير من إطلاق سراحه أعيد اعتقاله بتهمة الإخلال بالأمن. ووفقا للمحامي الذي ترافع عن برواري، فإن السلطات تصر على اعتقاله رغم إخلاء سبيله من قبل المحكمة وإغلاق الدعوى. قررت المحكمة بإلغاء التهمة الموجهة إليه وإفراج عنه من السجن، ولكن أيضا لم يتم إخلاؤه، وسجلت دعوة قضية أخرى ضده على بمادة 156. 50 آخرون ما زالوا معتقلين على خلفية التظاهر في محافظة دهوك تم احتجازهم بدعاوى مختلفة. محاولاتنا للقاء المسؤولين الأمنيين للسؤال عن أسباب بقاء المحتجزين في المعتقلات إلى الآن انتهت لطريق مسدود. رغم كل ادعاءات حكومة الإقليم لجعله نموذجا ديمقراطيا مختلفا عن باقي أجزاء العراق، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تسجيل حالات اعتقال تعسفي لناشطين وصحفيين يكفل لهم الدستور حق التظاهر. أسعد الزلزلي، الحرة، دهوك. نستكمل حديثنا مع أستاذ هوكر، يعني نتحدث هنا عن ما هي القوانين التي تلزم قوات الأمن على إطلاق سراح المحتجزين خاصة بعد مدة معينة، وفي حالة المتظاهرين بالتحديد كيف يمكن الضغط على الجهات المسؤولة لتعديل وضع السجون في البلاد؟ بكل تأكيد يوجد سلسلة من القوانين الجزائية العراقية اللي تقيد سلطات في مسألة اعتقال أو عدم اعتقال أو بقاء معتقل أو سجين في الزنزانة. للأسف عادة هناك إساءة لاستخدام السلطة. القانون أعطى سلطة لأكثر من جهة، جهة الاعتقال هم جهات الأمنية، لكن جهة بقاء أو عدم البقاء السجين في السجن هو السلطات القضائية، اللي للأسف يعني لا يزال لا يطبق روح القانون بقدر ما شكل القانون في ادعاءات كيدية. وبالتقرير اللي تم ذكرها زميلنا بدل برواري، هو ناشط حقوقي ومن زمان تعمل في مجال مجتمع المدني، للأسف كل الإجراءات هو تعسف لاستخدام السلطة. لا يجوز أن يكون إلا السلطة وقانون أمينا على حياة الناس، ليس لتعذيبهم أو اعتقالهم. اللي للأسف في التقرير ذكر بأن لا زال نحن ننظر إلى الأمر بأن هناك تهم كيدية ترفق لنشطاء حقوق الإنسان، لنشطاء مدنيين، للمتظاهرين، لا ترتقي إلى مستوى تطبيق القوانين. هاي كلها إساءة استخدام قوانين للأسف. يعني الجهة المسؤولة هو الجهات الحكومية وجهات قضائية. وضحت الصورة من خلالك، يعني شكرا لوجودك معنا أستاذ هوكر، شيخ حقوقي وعضو مؤسس لشبكة عدالة السجناء، شكرا جزيلا لك. دعنا يعني نذهب إلى العسل اليمني الشهير، يعني لكن بالرغم من شهرة العسل اليمني تراجع بنسبة كبيرة بفعل ظروف الحرب والحصار التي تشهدها البلاد، وتسببت الحرب في توقف تصدير العسل اليمني إلى الخارج. للأسف بالرغم من كثرة الطلب عليه لجودته العالية، إلا أن تصديره يقتصر اليوم على بعض دول الخليج القريبة من اليمن فقط. بصعوبة كبيرة تمكن تاجر العسل اليمني أحمد رفيق من توفير هذه الكميات من العسل بعد تراجع إنتاجه بسبب الصراع الدائر الذي حول بعض أودية رعي وتربية النحل إلى مناطق غير آمنة. تعرف أن تربية النحل تحتاج إلى ترحال وغيره، فالصراع الحاصل قيد حركة النحالين بشكل كبير. أيضا توجد بعض الأودية ومناطق الرعي التي لها قيمة كبيرة في إنتاج العسل تقع في مناطق صراع. تراجع إنتاج العسل البلدي فتح الباب لأصناف كثيرة من العسل الخارجي للظهور في الأسواق، لكنه بحسب الخبراء لا يضاهي بجودته العسل اليمني.
انخفض إنتاج العسل اليمني بنسبة 50% خلال سنوات الصراع، وتوقف تصديره إلى العديد من الدول، الأمر الذي اضطر التجار إلى بيعه في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة تتلائم مع الوضع الاقتصادي للمواطنين. أيضا توقعت العديد من التقارير ومراكز الأبحاث أن يشهد العام الجاري 2021 نموا في استثمارات الطاقة المتجددة بعد التعثر الذي فرضه فيروس كورونا على العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع النفط والطاقة خلال العام الماضي. قطع هدت الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ التي وقعت في العام 2015 بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060، ما يضع طبعا أكبر سوق للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم على طريق تكثيف المشروعات وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة. حلول الطاقة المتجددة تستغيث طالبة استثمارات جديدة حتى لا تتوقف هذه الألواح عن إمدادنا بالطاقة الكهربية المولدة من مصادر طبيعية وهي أشعة الشمس. جاء كوفيد-19 ليصيب قطاع الطاقة النظيفة بالشلل. كل شيء تأثر بكوفيد-19، والتأثير الأكبر في قطاع الطاقة وقع على مصادر الطاقة المتجددة. لدينا مشروعات مشتركة تحت مظلة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا، مشروعات في عدة دول ولعل أهمها في جنوب السودان، وتعرضت المشروعات للتباطؤ، وأكاد أجزم أن تأثير كوفيد-19 أعادنا سنوات للوراء. الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة بلغت نحو 290 مليار دولار في العام 2018، مما يجعله العام التاسع على التوالي الذي تتجاوز فيه الاستثمارات 200 مليار دولار، ولا يشمل هذا الرقم الطاقة الكهربائية التي شهدت استثمارا إضافيا بقيمة 16 مليار دولار. الاستثمار في الطاقة النظيفة تأثر بالسلب في العام 2020، ولكن هناك آمال كبيرة من القائمين على هذا القطاع أن يجتذب استثمارات جديدة في العام 2021. ومع بداية العام 2021 تبدأ حقبة جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، مفادها حالة من التفاؤل باستثمارات جديدة تكون كلمة السر فيها هي اتفاقية باريس للمناخ. طبيعي بتوقع أنه تزيد الاستثمارات، أول شيء الأسباب عالمياً لأنه الرئيس الجديد جو بايدن رح يستلم رئاسة بعد 3 أيام، ورح يوقع أول يوم استلامه اتفاقية باريس للتغير المناخي، وهذا رح يعطي دفع للاستثمارات بالطاقة المتجددة بواسطة التزام أمريكا والصين والدول الثانية بالجرين انرجي فند يلي رح يمول مشاريع بالطاقة بكل أنحاء العالم. الداعم الرئيسي لإعلان العديد من الدول التخطيط لتحقيق خفض كامل للكربون هو انهيار كلفة مصادر الطاقة المتجددة، ففي أكتوبر من العام 2020 خلصت وكالة الطاقة الدولية إلى أن برامج الطاقة الشمسية تقدم الآن أرخص مصدر للكهرباء في التاريخ. مشاهدين، تطبيقا للمثل القائل ما قدم عمره زاد ثمنه، يهوى البعض جمع التحف والمقتنيات القديمة سواء يعني بدعوى الاحتفاظ بها أو التجارة بها. في كل الأحوال تزداد أسعار ذلك أو تلك المقتنيات بمرور العمر، خاصة وإن كانت نادرة الوجود، حتى أصبحت هواية لا تتوقف على عمر محدد، فقد تكون هواية لكبار السن أيضا. وهذا هو حال متجر الحاج حمو نصر الدين الواقع في قلب الجزائر العاصمة، والذي يبيع أواني وتحف نحاسية يتجاوز عمرها مئات السنين. يعتبر هذا المتجر الذي يحمل اسم الأندلس من أجمل المتاجر في الجزائر لبيع النحاس. دخل الحاج حمو هذا المجال في عمر 16، ومن وقتها دفعه شغفه وحبه للهواية إلى البحث المعمق في تاريخ كل قطعة وعلاقتها بتاريخ الجزائر. كان عندي 16 سنة وكي دخلت لهنا عرفت الباب علمني التسميات تاع النحاس، يعني الاواني النحاسيه منهم الاني كيما نقولوا الانيه، كل انيه عندها تاريخ
وعندها التسمية تاعها. من تمك بديت نحفظهم كيما نقولوا بقراج بقيرج، كيما الدلوة دليوة، كيما المرجان مريجل، كيما البابور. هذا البابور هو تعلتي. ومن بعد يجي كاين البخارة هو المنقل. عندي 44 سنة في المهنة هذه، 43-44 في المهنة. يعني نشروا ما عند الناس، نشروا الأواني النحاسية وبعدنا نمسحهم كما يقولوا عندنا لا ماكينة لا الماشينة الآلة، والآلة هذه تمسح النحاس وترجع الوقت هذاك في الحاضر. هادو الأواني يوصلوا حتى 400 سنة 500 سنة، يعني في وقت الدولة العثمانية كانت في القصبة الجزيرية والقصبة القسنطينية والقصبة التنسانية، يعني كاع الجزائر كاع في حانوت. هذه باللغة العربية اسمه المنقل، والمنقل باللغة العربية كيفاش يقولوا يتنقل النحاس، يمشي سخانة يحطوا فيه الجدمر وباش يسخن. هذا بالجزيرية اسمه بابا عروج، بابا المعنى تاعو بابا كبير وعروج غليظ. كاين اسعار، كاين واحد سعر اللي يبدا من 500 دولار حتى 1500 دولار. كيما انا عندي السني هذا يسوى 125 الى 1000 دينار. هذا قديم يعني عنده قريب 5 قرون. هذا السادس سني، وهذيك كانوا يستعملوها الناس زمان، يستعملوها بالمشوي يحمروا فيها المشوي. وزمان عندها تسميه تاعها اسمها المنصروله. كاين قبل من الجزائريين، كما عنديش الجزائريين اني بلاك الحانوت ما هما اكثر هما يانا. كاين زوج، كاين طلاين والجزائريين، هما اللي كانوا حاكمين سورتو دوكا مع الكورونا. ما نقصت البيع، نقص ما هذه لازم واحد يكون منا مهنه باش يعرف التسميه كيفاش يجيبوا له هذا واش هذا اكسيتيرا. كاين شي ناس تقول له هذه هي هذه تاع الحمام، هو يرجعها تاع قهوه. وصلنا الآن مشاهدينا لختام هذه الحلقة، إلى اللقاء. لا تنسوا أن تراسلونا بآرائكم على مواقع البرنامج.